عند اقدام الخنادق المحفوره في جبال فوج حيث دارت معارك طاحنه خلال الحرب العالميه الاولى تجمع فريق من خبراء ازاله الالغام حول قطعه معدنيه مستديره غطاها الصدا مخباه في التراب وسط اسلاك شائكه وقد توقف فريق اخصائي مع الالغام خلال جولته الاعتياديه في هذا الموقع الصخري حيث تحارب ثلاثون الف جندي فرنسي والماني ابان الحرب العالميه الاولى هذا النوع من الالغام يصل وزنه الى خمسه عشر كيلوغراما وكان يستعمل خصيصا داخل الخنادق بهدف تدمير الاسلاك الشائكه من اجل السماح للقوات الاماميه بمهاجمه العدو <applause> وبعد مئة عام على نشوب تلك الحرب لا تزال كمية كبيرة من الذخائر غير المتفجرة تنتشر في أراضي ألزاس وتهدد أبناء المنطقة ومن الصعب تقدير نسبة مخلفات الحرب المزروعة في حدائق المنطقة وحقولها وأقبيتها وهؤلاء الخبراء الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا ليسوا بمنأى عن الخطر ففي العام 2007 لقيا خبيران مصرعهما خلال إعادة برمجة ذخائر بهدف إبطالها